احنا داخل مخيم اربد. داخل مخيم الفلسطينيين. المخيم ده انشئ في 1948 بعد احداث 1948 في فلسطين، وتحول من خيام القماش الى بيوت من الطين الى حاليا مباني. 48 ل 2023 معناها 75 سنة. كل هذه البيوت كانت خيام حينما خرجوا من فلسطين الحبيبة، وكل كان يأمل أن يعود إلى فلسطين مرة أخرى، إن شاء الله يعودوا إلى فلسطين مرة أخرى مكرمين معززين. ما زلنا في المخيم، ما زلنا في المخيم الآن، مخيم إربد في شمال الأردن. ومهما كانت نوعية المجتمعات أو مجموعة البشر اللي بتخرج علشان تعيش في مكان واحد، إلا وإنها مع مرور الزمن والوقت بتفرز من الإبداعات ما تستطيع أن تجعلها قادرة على أن تكيف حياتها وتبني حياتها في مثل هذه المناطق. شايفين هنا محل الجزم والأحذية والصنادل، ومحل آخر للحجابات، حجاب، محل الشباشب هنا، أحذية، الأقمشة، سوق. يعني كان لازم أنهم يعيشوا، ولازم أنهم يكسبوا، ولازم أنهم يتغلبوا على صعاب الحياة وعلى شظف العيش، حتى ولو يتوفر لهم إمكانيات مادية. هم صنعوا الإمكانيات المادية من المساعدات اللي كان بتجيلهم. نتكلم أبو النمر ده عنده حلويات، ده محل للنساء، لعب للأطفال إلى آخره.